ينضم إلينا من الرياض أستاذ التاريخ الدكتور ضيف الله بن رازان. مساء الخير دكتور عبد الله، أهلا بك معنا في هذه التغطية المستمرة ليوم التأسيس. بداية الدكتور عبد الله، الدكتور عبد الله بن رازن عفوا، لكي نوضح للمشاهدين، دكتور عبد الله، يعني ما هي دلالة هذا اليوم وخصوصا في إبراز التاريخ العريق للوطن العظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وإلى الشعب السعودي كافة بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية. طبعا هذه الذكرى لها دلالات عظيمة، فأولى هذه الدلالات أنها استشعار بذلك التاريخ وذلك الإرث العظيم لهذا الوطن العظيم، الدولة السعودية والمملكة العربية السعودية، والتي نزهر الآن أو نعيش الآن في العصر الزاهر لهذه الدولة وهذا الحكم الرشيد، وأيضا لهذا الترابط والتلاحم بين القيادة والشعب. طبعا الدولة السعودية في تاريخها يعني هناك تاريخ عميق لهذه الدولة، بدأت ب تأسيس أو يعني قيام الإمام محمد بن سعود رحمه الله ب يعني استلام حكم الدرعية في عام 1139 للهجرة، وهذا التاريخ 22 فبراير يعني واجب على المواطن السعودي أن يعي قيمة هذا الإرث وهذا التاريخ العظيم لهذه الأمة العظيمة ولهذا الشعب وهذه الأسرة الحاكمة العظيمة. نعم، طب دكتور ضيف الله، يعني أنت بالتأكيد تقرأ في هذا التاريخ الكبير للمملكة العربية السعودية. المملكة مرت على ثلاث مراحل دكتور، وكل مرحلة تميزت بالمرحلة التي تليها. كيف أنت تشاهد أو كيف تقرأ هذه المراحل بمنظور تاريخي عميق دكتور؟ طبعا الدولة السعودية بمراحلها الثلاث هي دولة واحدة، هي حكم مستمر. طبعا الدولة السعودية الأولى كانت هي النواة لهذه الدولة ولهذه الأمة ولهذا الاستقرار، كانت الدرعية نقطة إشعاع ويعني لقيام دولة كبيرة ضخمة هي الدولة السعودية والمملكة العربية السعودية في وقتنا الحالي. طبعا الدولة السعودية الأولى من المعلوم أنها كانت فترتها من 1139 إلى 1233 للهجرة، حصل بعد فترة انقطاع بسيط ثم عاد الإمام تركي بن عبد الله لاستعادة الدولة السعودية الثانية، استمرت حتى عام 1309 أيضا فترة انقطاع بسيط، ثم عاد جلالة المغفور لها الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة واستعاد الرياض في عام 1319، ثم أيضا عاد يعني قام باستعادة ملك الآباء والأجداد حتى تم توحيد هذه المملكة المترامية الأطراف تحت راية واحدة وتحت قيادة واحدة. ننعم في هذا العصر ولله الحمد بخيرات فضيلة واستمرار لهذا العهد الزاهر، مع وجود مرحلة كبيرة من التطور الحضاري في المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، سواء في المجالات الصحية، المجالات في مجال التعليم، في النقل، في المواصلات، في كثير من مجالات الحياة ولله الحمد. نعم، أنت ذكرت نقطة مهمة، أن الثلاثة مراحل للمملكة العربية السعودية هو على حكم واحد، هل هنا إشارة ربما أنه هناك ثبات مؤسسة الحكم ونظام الدولة على طوال هذه السنين أو السنوات دكتور؟ نعم، وجود هذه الأسرة المالكة واستمرار أبنائها في الحكم، وأيضا وجود ذلك الترابط والتلاحم وذلك الوفاء من هذا الشعب السعودي والولاء لهذه القيادة الرشيدة واستمراريتها حتى وقتنا الحاضر، هذا من أقوى الدلائل على يعني وجود هذه الدولة وعلى استمراريتها إلى هذا العصر ولله الحمد. نعم، خلينا نتحدث دكتور على علاقة الشعب بالأسرة الحاكمة، هذه العلاقة كيف بنيت لكي نوضحها للمشاهدين؟ العلاقة هي علاقة وفاء وحب بالطبع،
يعني نجد مثلا في نضرب أمثلة على ذلك، مثلا في الدولة السعودية الأولى بعد نهايتها عندما عاد الإمام تركي بن عبد الله، نجد كثيرا من البلدان النجدية والأراضي في المملكة العربية السعودية في الدولة السعودية تعود طواعا إلى الحكم. أيضا عندما عاد جلالة المغفور له الملك عبد العزيز رحمه الله استرد الرياض، نضرب مثالا على ذلك أن أهالي الرياض في البداية يعني قدموا إلى الملك عبد العزيز مقدمين له الولاء والطاعة، فهذا ينطبق أيضا على مناطق كثيرة في المملكة العربية السعودية. ولا يعني وهناك أيضا من الشواهد الحاضرة هذا اليوم، يعني نجد في الشارع السعودي ولله الحمد هناك بهجة وسعادة وأيضا استذكار ووعي بذلك التاريخ العظيم لهذه الدولة العظيمة. نعم، هذا الترسيخ دكتور أهميته بالطبع في هذه المرحلة، وكما تعلم أن هذه المرحلة ربما هي من المراحل العديد والكثير يتحدث عنها أنها من المراحل الصعبة ربما لما يحدث في العالم الخارجي، هل تؤيد هذا الكلام دكتور؟ مع هذا الكلام لكن نحن نشاهد ولله الحمد في أرض الواقع الآن في المملكة العربية السعودية أننا نحن أمام مرحلة وازدهار ومرحلة تقدم أخرى. فنجد مثلا أنه في عهد الملك عبد العزيز عند ظهور النفط طبعا صار في تطور حضاري وأيضا خلفه الملوك حكام المملكة العربية السعودية، مع ذلك الآن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، ونشاهد في هذا العصر وأيضا نلامس ذلك الآن أننا في مرحلة أخرى وفي من التطور الحضاري في جميع مجالات الحياة ولله الحمد. نعم، كان معنا الدكتور ضيف الله بن رازي، شكرا جزيلا لك دكتور على هذا التوضيح وعلى هذه